السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ يا كل شيء بخير وعلى خير، اموركم هانيه الحمد لله. اليوم البنات جيتكم بفيديو جديد ان شاء الله. البنات نصايب معكم اليوم واحد الجبن منزلي كيجي زوين. كنحتاجو ثلاثه د المكونات فقط. عندي هنا الحليب البنات، عندي هنا يطرو الحليب، وعندي هنا البنات يطرو اللبن، وعندي هنا شويه الملحه. بسم الله البنات، نديرو دابا الحليب هنايا، عندي يطرو. بسم الله نديرو يطرو البنات في الطنجرة، نخويو كامل. هاد الحليب هذا البنات دابا نديوه فوق البوطات طيب على لينا ونطلق معكم البنات. ها هو الحليب ديالنا ملي طلعت فيه الغليه، ها هويا دابا راه قربت نطفي ليه. ها هويا البنات صافي، غادي نطفي ليه دروكا. دابا راه طفيت ليه، وغنخوي البنات اللبن. بسم الله غنزيد باكيه اخرى، قلت لكم يطرو يا البنات. وغنزيدو شويه الملحه هاد القياس البنات، مهم اللي ما بغى الملحه راه ما يديرهاش. صافي وغنحركو شويه ها باش تذوب لينا في هاد الملحه هادي، وغنخليوه واحد شويه البنات حتى يتصفى يتستلينا هاد الجبن الفوق والماء ديالو غيكون لتحت. ديك الساعة نتلاقى معاكم. البنات ها هو الجبن ديالنا ملي خليتو ارتاح واحد 10 دقائق، شتو خليتو 10 دقائق. دابا غادي نصفي، شتو البنات تبارك الله كيجي زوين. شتو دابا خصو يتصفى، وعندي البنات هاد الشبيكة هادي، ضروري تاخدو الشبكة اللي عندها تقيبات صغار باش ما يخرج لكم من التحت. أنا عندي هادي بحال هكايا، وغنصفي فيها البنات. بسم الله غنخويه ديريكت حسن. بسم الله بحال هكايا البنات، وغنردو لهنايا باش يكون بعيد على الماء بحال هكايا. ونخليه دابا البنات حتى يتسقط لينا مزيان، ونعاود نتلاقى معاكم. خصو يتعطلني حتى ما يبات ليلة كاملة في التلاجة، اما تخليوه يضلو في التلاجة حتى العشية عاد تجبدوه. ها هو الماء اللي صفينا فيه هو هذا. يلا البنات نخليكم حتى يتقاد ليا، ديك الساعة نتلاقى معاكم. البنات غنرجع ليكم، ها هو الجبن ديالنا ملي خليتو تسقطر، خليتو ليله كامله في الثلاجه. دابا راه تسقطر مزيان، شتو بقى فيه غير هاد شويه الماء، حيت الماء اللي كيطلق كنحيدو. وعندي هاد الطبسيل هادي فاش نخويوها البنات، وشويه الزعتر باش نزوقو، وشويه الزيت البلديه، ونرجع ليكم. البنات ها هو الجبن ديالنا ملي صايبتو، ها هو الشكل ديالو النهائي. زوقتو بشويه الزعتر وشويه الزيت البلديه من الفوق وشويه المعدنوس هكايا من الجناب. كل وحده البنات غتذوق باش ما بغات، ولكن الزعتر والزيت البلديه صراحه كيتواتاو مع الجبن. جربوه بحال هكايا البنات، وردوا عليا في التعليق ديالكم الزوينين، وقولوا لي كيفاش جاكم. ورديت لهاد الشبيكه البنات حيت علاش، غير باش يجيني الشكل ديالو شويه طالع، داكشي علاش رديتو لهادي حيت صغيره. وكنشكركم بزاف البنات على التعليق ديالكم اللي كيوصلوني، وعلى التشجيع ديالكم ليا، وكنبغيكم بزاف وكنسلم عليكم فين ما كنتو.
ونقول لكم البنات اللي مازال ما مشتركات ضغط على الابوني وعلى الجرس باش يبقى يوصلها الجديد ديالي، واللي مشتركه نقول لها مرحبا بها، وكنبغيكم بزاف وبسلامه عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.